اسبوع جديد طلعت اسبوع جديده طلعت الاسبوع ده ملك النيفه نيفا النجاح. في مصر كلها بيعمل نيفه وانا ما اعرفش النيفه هي اطرى لحمه موجوده في ذكر الجدي والخرفان وبياخدوا اطرى لحمه فيها وبتبقى غالبا الموزه والزند والرقبه وبيسوي معاهم كبده وسجق وبتتسوى بطريقه معينه اللي هو بتتحط على فرن حطب كده زي خشب وبتطلع مهريه ومستويه خالص. ناس كتير قوي بتعمل في مصر نيفه بس نيفا النجاحي هو اجمد واحد في مصر كلها بيعملها. فاتحين في مصر من 1952 والمنيو بتاعهم هو حاجه واحده بس نيفه. خدوها قاعده عامه كده المطاعم المنيو بتاعها بيبقى حاجه واحده بس دايما بيبقى قوية جدا لانه بيبقوا مركزين في صنف واحد هم شطار فيه وعارفين بيعملوه ازاي وما بيعملوش غيره وهو ده اللي نيفا النجاح بيعملوه من 1952 لحد النهارده ما غيروش الطريقه بتاعه التسويه بتاعتهم خالص من ايام الفرع القديم بتاع الغوريه عشان برده الموضوع ده في نفس كتير. الفرع القديم كان في الغوريه كان فيه الحاج هاني اللي هو الابن الكبير لابوهم اللي كان بيعمل النيفه واللي كان معاه بيتعلم مع واحده من وهو صغير ده اتنقل دلوقتي في شارع مجلس الشعب في فرع لوحده. والفرع الثاني بتاع الغوريه موجود برده بتاع الفاميلي بيزنس يعني ناس عيلتهم وكده مشارك فيه بس هو اللي بيعمل هنا الاكل بايده في الفرع ده. جيت النهارده طلبت المنيو كله اللي هو وجبه واحده طلبت الرز بسمتي بتاعهم والسلطات والبهاريز واللي ما اعرفش البهاريز هي بتبقى قشره اللحمه مع الدهون اللي بتنزل من اللحمه بتقطع كلها وتحط معاها شويه ملح وبس كده خلاصه الخلاصه. مش هقول لكم بقى تعالوا نشوف ايه اللي حلو عندهم ايه نص نص ولا ايه كلام اقول لكم تعالوا نضرب اجمد نيفه في مصر كلها يلا بينا. ده كيلو كامل زي ما قلت لكم بيبقى رقبه وزند وموزه ورز بسمتي وهم كده كده بينزلوا معاه طحينه وسلطه وادي البهاريز وصلت اهي. يلا بينا خش في الجد بقى ابدا بقى بالسجق شكري شكري اي سجق ايه ده دسم جدا وطري جدا يعني هو بيتاكل قبل كده في طوليه من جوه باين جامد قوي 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 جديد بالذكر كمان حاجه مش متحققه كبده كبده بتبقى ناشفه بس انا مش ناشفه طريه كويسه النشفان العادي بتاع الكبده مش ناشفه واو لا عادي خش بقى ايه على الحلاوه كلها حلو قوي كمان بقى ان لازق فيهم في مخبز مخبز سياحي فالعيش دايما طازه اي وقت تيجي العيش عامل ازاي اضرب ايه ولا ايه اضرب ايه ولا ايه يا بيه اضرب بقى بالطحينه كده بصوا انا اكتشفت ان انا ولا مره في حياتي كلت نيفه قبل كده يعني اي كباب جي بيقول نيفه لا النجاح حاجه تانية خالص حاجه مختلفه تماما يعني شو اللحمه ما بتلحقوش تعدوها رهيبة. هو بيبيع بالكيلو. يبدأ من أول تمن كيلو، ربع كيلو، نص كيلو، كيلو. سلطة خضراء. حتة موزة. يخرب بيت كده يا جدعان.
يخرب بيت الحلاوه والطعامه. ايه ده يا سيدي؟ رز بسمتي ابيض مش اصفر. ممكن يجيبه لك لوحده بره وممكن يفرش لك على الاكل. انا قلت له افرش على الاكل عشان دسمه اللحمه تنزل عليه فيبقى غني اكتر. رز بقى بالايه بالنيفه. شوف 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 اللحمه دسمه جدا عشان بس تبقى عندكم خلفيه. اللحمه دسمه جدا ومستويه ومهريه خالص. هي دايبه. نضرب البهاريز بقى عشان نموت نفرفر. يا لهوي يا لهوي. طبعا الدنيا دوشه جدا. احنا في مجلس الشعب، شارع مجلس الشعب، فالدنيا يعني قمر. البهاريز دي دسمه مش قادر اوصفها. اللحمه اصلا دسمه. خلي بقى قال خلي بقى دي القشره الجلد الدهن بتاعت اللحمه مع الدهون اللي نازله من سوى اللحمه. جامد قوي. اضرب الويسكي بقى، الويسكي الحلال. ايه الويسكي الحلال ده؟ ده بيبقى ميه السلطه بالشطه بتقطيعه صغيره كده، شويه خضار من السلطه. تشربوها افتحوا بقكم سنه عشان مش جواها السلطه، فتاكلوها مع الشرب. عالميه. افتح النفس على الاكل وانت نفسك مفتوحه اوريدي. الواحد بيلاقي نفسه والله في طلعات الشعب دي مبسوط كده. هنا كمان حلوه جدا جدا. رز بنيفه كده. نعمل حاجه، ناخد سلطه قطع الرز، ناخد بهاريز قطع الرز، وناخد معلقه فيها كل حاجه. رهيب. ما تعرفش توقف اكل. لو راجل وقف اكل. الله ينور يا حاج هاني. حتى السلطه فريش جدا جدا. حلوه قوي قوي قوي. بالطحينه. تحفه تحفه. اضرب الكيلو ده واجي لكم. خلاويص خلاويص. اقول لكم بقى الخلاصه. نيفا النجاحي تجربه ما ينفعش تتفوت، يعني ما ينفعش يعدي عمركم كده وما جربتوش نيفا النجاح، وما تفتكروش انتوا اكلتوا نيفا قبل كده لو ما كنتش نيفا النجاح. الموضوع مختلف تماما. اللحمه اللي عنده دايبه بشكل مش ممكن، مش طبيعي. اللحمه بجد مستويه لوحدها، والطعم يعني انا قلت لكم ان هو مش حاطط ملح، وانا نسيت احط ملح اصلا، ومش محتاجه ملح خالص. هي مستويه لوحدها كده، طعمها بدهونها اللي مستويه فيها مش محتاجه اضيف لها حاجه. عالميه عالميه بجد، ملهاش حل. الكبده والسجق يحطوا معاها مختلفين، مش مميزين قوي زي اللحمه وسوى اللحمه، بس لو هطلب هطلب نيفا. ملهاش حل يا جماعه والله. دوليه دوليه وعلامه من علامات مصر. بس كده، هي دي كانت طلعت الاسبوع ده. عجبتكم الطلعه مش لايك القمر، لو مش عاملين سبسكرايب لو سمحت اعملوا سبسكرايب. فعلا جايز كل حاجه انزلها اول باول لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله. في اسبوع جديد طلعه جديده. اشوفكم على خير. Every single day.